زار جلالة الملك عبد الله الثاني يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد قلعة مكاور الأثرية في محافظة مادبة ودعا جلالة الملك إلى العمل على تطوير الموقع وحمايته من أي اعتداء أو تخريب كما استمع إلى شرح قدمه وزير السياحة والآثار مكرم القيسي حول خطة التنمية السياحية في مكاور ومادبة وأشار القيسي إلى أن مكاور تحظى بأهمية سياحية وتاريخية ودينية إذ هي إحدى المواقع الخمسة على درب الحج المسيحي المعتمدة من قبل الفاتيكان علاوة على المغتص وجبل نيبو وكنيسة سيدة الجبل ومار الياس وبينا أن الوزارة أنجزت المرحلة الأولى من درب الحج المسيحي بمسافة تبلغ 16 كيلومترا لتربط بين جبل نيبو والمغتص فيما تدرس حاليًا المرحلة الثانية لربط موقع جبل نيبو بمكاور، وأشار الوزير أن مكاور شهدت هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الزوار، وصل إلى ستة أضعاف عن الفترة ذاتها من العام الماضي